عند بعدي طبعا مش هرجع في كلامي، هنخش ان شاء الله في الاعداد المركبة والاوميجا زي ما اتفقنا. بس انا عندي مسألة لازم اقولها لكم الاول في موضوع نظرية ذي الحدين. كتير جدا بنشوف في الامتحان يقول لك اوجد الحد الخالي من سين، او اثبت يا سيدي ان الحد الخالي من سين ده هو الحد الفلاني، او اثبت انه ما فيش حد خالي من سين في المفكوك الفلاني. فتسألني ايه بقى خالي ومش خالي والكلام ده؟ هو من غير هزار الحد الخالي من سين يعني الحد اللي هو ما فيهوش سين، يعني اساسا حد فيه ارقام وجنبها سين اس صفر. ايه اساسا سين اس صفر؟ هو سين اس صفر دي مش سين؟ طبعا مش سين، سين اس صفر يعني واحد. اذا الحد الخالي من سين هو في الاصل مليان ارقام مضروبه في سين اس صفر، هو ده الحد الخالي من سين. نمره 2، لو قال لك اثبت انه لا يوجد حد، زي المساله اللي هشرحها دلوقتي، اثبت انه لا يوجد حد خالي من سين او ما فيهوش سين يعني في المفكوك، انت تشتغل عادي خالص. افرض ان الحد الخالي من سين هو الحد الذي رتبته ر زائد 1، وتشتغل بقى نون قف ر في الاولى اس الفرق في الثانيه اس عادي خالص، كانك بتجيب الحد العاشر ولا حاجه، او الحد المشتمل على سين اس 4، وتلم السينات وتلم الارقام وتاخد السينات الاس اللي فوقيها تساويه بصفر، لانك بتدور على الحد الخالي من سين يعني المشتمل على سين اس صفر. بنفس طريقه الحل تقدر تجيب الحد المشتمل على سين اس 14 ايا كان. المهم هتاخد الاس اللي فوق السينات بعد ما تخلي الارقام لوحدها والسينات لوحدها، توضب الدنيا هوريك دلوقتي توضبها ازاي. المهم هتلم الحاجات اللي فوق لما تساويها بصفر، هتفاجئ المفاجاه الكبرى بقى انه المجهول اللي انت فرضه اسمه ايه طالع بكسر او بسالب 7 مثلا، حاجه زي كده. هل في حاجه اسمها الحد الخالي من سين هو الحد ناقص 14؟ لا. هل في حاجه اسمها الحد الخالي من سين هو الحد 3.5؟ لا. اذا لا يوجد حد خالي من سين. يعني بشتغل عادي عشان اثبت ان الحد ده لا يوجد فهذا المفكوك حدا خاليا من سين، اثبت ان الحد اللي انا شغال عليه ده حد مشتمل على سين اس صفر، وفاجئ ان الحد المشتمل على سين اس صفر ده مش موجود لانه الحد 3.5 يعني خرافي. طب ممكن نبين الكلام ده اكتر عمليا؟ تعال اثبت انه بس بشكل عام، لو طلب حد مشتمل على سين اس 14 نفس طريقه حل لو طلب الحد المشتمل على سين اس صفر اللي بيسموه حد خالي من سين. خالك ايوه. اثبت انه لو يوجد حد خالي من سين في المفكوك 2 سين تكعيب ناقص 3 على سين كل اس 9، ثم بالمره بقى اوجد معامل سين اس 7 عشان نستفيد باللي احنا عملناه. وانا ساعتها هاخد الاس اللي فوق سين بدل ما كنت بحطه بصفر هحطه ب 9 او احطه ب 7 حسب الطلبات. المره دي احطه ب 7. نبدا ازاي؟ اولا في شيء لافت للنظر جدا لو انت مركز معايا ومتابعني من زمان، الناقص دي ما تلزمنيش وانا ما عنديش مسائل فيها ناقص، اعمل ايه؟ خلاص ربنا رزقنا بمساله فيها ناقص هنعمل ايه؟ لا نعمل كتير. انا ممكن اخد الناقص دي احطها هنا واخليها زائد بس، يبقى الاولاني 2 سين تكعيب وهنا زائد وهناك ناقص 3 على سين عشان اريح دماغي. حلو، دي نمره 1. نمره 2، هفرض ان الحد الخالي من سين هو الحد الذي رتبته ر زائد 1. انت حضرتك مستر مش لسه قايل اثبت انه ما فيش حد خالي من سين، ترجع تقول لي الحد هو الفلاني، ما انا هفرضه كده مؤقتا واكتشف انه ما فيش، هلاقي الر دي طلع بكسر، يبقى ما فيش حد 3.5 ما فيش. فانا هفرض يعني دي اسمها طريقه البرهان العكسي. هو بيقول لي ما فيش حد خالي، اثبت انه ما فيش حد خالي من سين، افترض ان في حد خالي من سين، اكتشف ان الرقم اللي طالع ده حد 4.5 يبقى ما فيش. طيب فرضنا يا سيدي ان الحد الخالي من سين هو ح ر زائد، تعال نشوف الاجابه كده مع بعض، ح ر زائد 1 بيساوي ايه؟ 9 ق ر في الاولى اس الفرق، هي الكلام ده ماشي معانا هنا، ماشي معانا في كله في كل حته، الاولى اس الفرق في الثانيه اس تحت. الله اهي. اولا ح ر زائد 1 ده اللي انا فرضته حدا خاليا من سين وانا متاكد مش متوقع ان شاء الله متاكد ان ر دي هتطلع كسر، يبقى ما فيش حد خالي من سين. المهم 9 ق ر، جبت 9 منين؟ من الاس اهو. تستعجلش اهي الاس ما فوق الاس، وبعدين دي مش هتفضل ناقص زي ما قلت، دي تبقى زائد وهنا ناقص. حلو، يبقى 9 ق ر في الاولى يعني 2 س تكعيب اس الفرق اللي هو 9 ناقص ر في الثانيه اللي هي ناقص 3 على س اس ر. يلا نشوف كده اهي، 9 ق ر في الاولى اللي هي 2 س تكعيب اس الفرق اللي هو 9 ناقص ر، الثانيه اللي هي 3 على س اس ر. جميل، عايز بقى الم الحاجات دي علشان اطلع منها السين لوحدها زي الجزار كده لما بيطلع اللحمه من العض. بص هاخد السين لوحدها واخد السين لوحدها، اقول لك ازاي. دي 9 ق ر وجنبها 3 اس ر في س اس ناقص ر. بص انا شفتها خدت السين بس تحت طبعا، فكانها 1 على س الكل اس ر، بدل ما اسيبها 1 على س ارفعها فوق تبقى س اس ناقص 1 الكل اس ر. الله، بص بقى قبل ما اوريها لك،
9 قف ر في 3 اس ر في س اس ناقص ر في 2 اس 9 ناقص ر في س اس 27 ناقص 3 ر. تاني ما انا لازم اشفيها عشان اطلع س لوحدها، اخد بقى الاسس اللي فوق س اساويها بصفر لانه حد خالي من س، اكتشف ان ر بكسر كده مرفوض، يبقى لا يوجد حد خالي من س. وكده كده اللي انا بعمله ده هينفعني في المطلوب ثانيا، لما اخد الاسس اللي فوق س احطه بكام؟ ب7. مش عايز معامل س اس 7 مش الحد السابع، لا معامل س اس 7 يعني معامل الحد الذي يشتمل على س اس 7. زي ما جبت الحد المشتمل على س اس 0 اكتشفت انه مش موجود، انه خرافي هلامي. تاني بقى 9 ق ر 3 اس ر جنبها س اس ناقص ر لانها 1 على س الكل اس ر، تبقى س اس ناقص ر جنبها 2 اس 9 ناقص ر. بشفي اهو، بنتزع س من جيب من بين الايه؟ الارقام. س اس 3 الكل اس 9 ناقص ر كانها س اس 27 ناقص 3 ر. جميل، خلاص كده انا خلصت. يبقى 9 ق ر في 3 اهي اس ر تحت س اس ر، التفاصيل بقى الممله، ما هي س اس ر تطلع فوق س اس ناقص ر براحتك طبعا. جنبها 2 اس 9 ناقص ر في س اس 27 ناقص 3 ر. لسه هطلع دي فوق تبقى س اس ناقص ر، اجمعها مع اخواتها يبقى كله على بعض سناية اس 27 ناقص 3 ر ناقص وحدها ر، يعني كله على بعض 27 ناقص 4 ر. في الاخر السين مرفوع على الاس 27 ناقص 4 ر دي هساويها بصفر، والمفاجاه انه مفيش حاجه اسمها 27 ناقص 4 ر يطلع عدد صحيح. طبعا مفيش حاجه اسمها ر ب 27 على 4 بكام. المهم ما زلنا في مرحله التشفيه، بنشفي السين، بنطلع السين من جنب الارقام. اهي بص 3 اس ر في س اس ناقص ر في 2 اس 9 ناقص ر، جمع بقى السينات مع بعضها اهي يبقى 27 ناقص 4 ر. الله، 27 ناقص 4 ر بكام؟ بصفر. في حاجة في الدنيا اسمها قيمة الر اللي احنا بندور عليها ب 27 على 4، ايه بقى ان شاء الله 27 على 4 دي كام؟ لا محصلة 6 ولا محصلة 7، 6 وشوية، 4 في 7 28، فيعني كسر 6 و9 من 10، 6 و85 من 100، مفيش حاجة اسمها الحد الخالي من س هو الحد الذي ربيته 7 وشوية. انت ليه ما قلتش 6 وشوية؟ لأنه أنت فرض ر زائد 1، ر نفسها طلعت 6 وشوية، يبقى الحد اللي احنا كنا بندور عليه واتضح أنه خرافي مش موجود، هو الحد اللي ربيته 7 وشوية طبعًا مرفوض. إذًا لا يوجد حد خالي من س في هذا المفكوك نتيجة أن الر اللي احنا فرضناها على أنه الحد الخالي من س هو ربيته ر زائد 1، اتضح أنها كسرة يا سيدي. جميل. بالمناسبة كسر يعني كسر حقيقي مش كسر خدع، ما الخمسة تعتبر كسر لأنها 5 على 1 مش بسط المقام، ده أنا أقصد كسر يعني 27 على 4 عدد نسبي. جميل أوي أوي. لسه ما خلصتش. ثم اوجد مش الحد السابع، دي غلطة، هو قال لك اوجد الحد الذي يشتمل على س اس 7 أو معامل س اس 7، نفس المعنى على فكرة. لما يقول اوجد معامل س اس 7 يعني اوجد معامل الحد المشتمل على س اس 7، هو ده اسمه معامل س اس 7. برضه كاني بشفي، بس انا مش مضطر اروح اشفي بقى من الاول وجديد، ما انا خلاص تعبت وظبطتها. اخد بقى التظبيط اللي انا عامله ده، الاس اللي كان فوق السين وساويته بصفر المره دي هساويه بكام؟ ب7، عشان اطلع منه بقيمه الري. لما اعرف قيمه الري احطها في الارقام اللي جنب السين اللي انا شفيتها عشان اعرف بقى قيمه معامل س اس 7. الحد المشتمل على س اس 7 ازود عليها اللي هتطلع 1، واعوض عن قيمه الري في الارقام اللي كانت جنب السين احصل على قيمه هذا المعامل، قيمة الحد المشتمل على س اس 7 ارقام بدون س. الله. لكن مبدئيا لا يوجد حد خالي من س، ما فيهوش س. جميل قوي قوي قوي. ثانيا بقى زي ما اتفقنا، هو عايز كمان بالمره الحد اللي يشتمل او الحد المشتمل على س اس 7. ناخد بقى حضرتك ال 27 ناقص 4 ر على بعض كده، بدل ما كنا بنساويها بصفر من شويه دلوقتي هنحط مكانها 7. ودي بقى وهات، هات السبعة جنب ال 27 اطرحهم يبقى 20 بيساوي 4 ر، يبقى ر بكام؟ ب5. اوعى تغلط بقى تفتكر ان ر ب5 ده الحد المشتمل على س اس 7 ده الحد الخامس، طبعا لا. ده الحد المشتمل على س اس 7 ده هو الحد ال زائد 1، ال لوحدها طلعت زي ما انت شايف كده ب5، يبقى الحد المشتمل على س اس 7 هو الحد السادس اللي قيمته اعوض عن قيمه ال في الحد العام اللي انا فرضته ر زائد 1 ب5 مش ب6 طبعا. ما انا كنت مشفيها بقى. اذا قيمة معامل س اس 7 هعوض زي ما قلنا عن قيمة ر بتساوي 5 من غير سينات بقى، لما عايز معامل مش الحد يطلع 9 ق 5 في ناقص 3 اس 5. شغل آلة، ممكن تستعين بالآلة حتى عشان تجيب 9 ق 5 ومع ذلك تكتب له مضروب 9 على مضروب 5 مضروب 4. خلاص، ما هي مضروب 9 على مضروب 5 مضروب 4 يبقى انا فاهمها، وبعدين جبت الناتج 9 ان سي ار 5 مش عيب. انا بقول لك يعني لو انت عايز ناقص 3 اس 5 كل ده برضه شغل آلة، في 2 اس 4 ب 16 وناقص 3 اس 5 ب 343 بس بالسالب عشان الناقص مرفوع على الاس الفردي، كده بقى وصلت للناتج اللي هو كان طالبه
وجبت له معامل الحد المشتمل على سين اس 7 اللي اتضح ان هذا الحد فيه الره بواحد وانا فرضه ره زائد واحد، اذا الحد ده هو الحد السادس بمنتهى البساطه. بس ابقى لامم القوانين وفاهم انا بعمل ايه وعارف الفرق بين الثالث من البدايه والثالث من النهايه، شويه حركات الواحد يركز فيها حتى لو جت المساله فيها فكره ولا صعبه انا بالنسبه لي كلام فاضي. ليه؟ علشان انا فاهم مش بس حلل وخلاص. طبعا انا وعدتكم ما برجعش في كلامي وعند وعدي، هنخش ان شاء الله في الاعداد المركبه مسائل الاوميجا بس ان شاء الله المساله اللي جايه.